كثير من الناس منتسبين إلى السلفية يا شيخ يشترطون في قامة الحجة أن يكون من العلماء يا شيخ، فإذا وقع العامي على كلام كفر يقول له لا ما تكفر أنت، ما ما غلط الدليل يعني، كلنا على حسب حاله شفنا على حسب، لكن يجب على العامي يكفر من قام كفر يا شيخ، قام فيه الكفر إذا ثبت عليه فوجكم كفر في المهن يقصدون يا شيخ إذا ثبت عندما يجب كفر كفر كلامهم يا شيخ يعني أن العامي مثل ما انكفى أبا جهل وانكفى أبا طالب وانكفى أسباب الربيع أو شيء من الدليل أنه ما كفى قتله النبي وبدر كفارا يمنعون يا شيخ حسن الله يكون العامي من التكفير يا شيخ، العامي لا يكفر إلا بالدليل، العامي ما عنده حل مسكين إلا إذا كان عنده علم بشيء معين مثل من جحد تحريم الزنا هذا يكفر عند العامة والخاصة ما في شبهة، لو قال واحد الزنا حلال كفر عند جميع عند العامة، هذا يسمى يحتاج لدلة أو ما يحتاج لدلة، الله يحسن عملك الله، أو قال الشرك جائز يجوز الناس يعبدوا غير الله هل يشك في هذا؟ ما يحتاج لدلة، لو قال يجوز الناس يعبدوا الأصنام ويعبدوا النجوم ويعبدوا الجن كفر. الشيخ من قال توقف في أشياء مشكلة قد تخفى على العامة.